ليو ميسي ميسي والهدف احكم ليو بحكامك يا برادي يا سادة متوهج كالعادة. هذا ما يمكن أن أقول عن لعبة بأسعد اللحظات برشلونة. عجمة الآن هدف التعادل، كرة هدف لفريق غرناطة في قلب الكامب الفرنسا. وقلنا وأن رونالد كومان لويس خافيير سواريز يوزع فالزال في ملعب الكامب نو، زلزال ثاني في هذا الشوط الثاني. الانتصار في 24 مباراة في ملعب الكامب نو. كل لاعب كل طبعا غضب.